السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ومنك وحدك نطلب العون فأعنا يا خير معين. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، سيد ولد عدنان، الذي صلى عليه أولا مولاه في القرآن، وثنى بالملائكة الحسان، وأيه بنا نحن بنو الإنسان، فقال سبحانه في بديع البيان: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام، وصل وسلم وبارك على بدر التمام، وصل وسلم وبارك على مصباح الظلام، وصل وسلم وبارك على الشافع المشفع في يوم الزحام، سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، الشيخ محمد بهدية بسمكة لياه. حينما جئت إلى هنا يظن الظان أنني مرهق ومتعب من أثر السفر، لأن السفر قطعة من العذاب، بل قالت أمنا عائشة: بل العذاب كله يا رسول الله. ولكن حينما وطأت قدماي هنا وعلمت أني أول مصري أو شيخ يأتي إلى هذا المكان، واستمعت إلى نشيد دولة إندونيسيا، ثم بعد ذلك استمعت إلى نشيد بلدي، زرفت عيناي حبا في هذه البلد إندونيسيا. فسبحان الله العظيم، حينما جئت إلى هنا واستمعت إلى كلمات أخي الأكبر الأستاذ قمر الدين، وهو قمر وأسأل الله أن يجعله كذلك، فالاسم على مسمى واسم المعهد الفلاح، فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكتب لهذا المكان الفلاح والنجاح والرباح والازدهار بين معاهد إندونيسيا بل ومعاهد العالم أجمع. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. الله يقول في قرآنه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن فرح الناس بالدرهم وبالدينار وباليورو وبالدولار، فرحنا نحن بالقرآن الكريم، فإن لنا بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فحينما نقرأ فقط بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا ب190 حسنة. فأي إنسان يعطيك هذا الكم الزاخر وهذا العدد الوافر من الأجر؟ لا يوجد غير الله سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهنيئا لكم بقراءة القرآن، وبإذن الله عز وجل سأبذل قصارى جهدي وجهدي ووقتي ونفسي من أجل خدمتكم في هذا المكان، حتى أبث لكم كل ما تعلمته في غضون عمري الماضي، فما وجدت منكم إلا الإقبال على قراءة القرآن وعلى تعلم القرآن. وبإذن الله سبحانه عز وجل سأترككم في 3 أيام قارئين للقرآن قراءة جيدة وفق قول الله ورتل القرآن ترتيلا. وبإذن الله سبحانه عز وجل نكون سويا مع السفرة الكرام البررة. ولكن النصيحة: الجهاد الجهاد الجهاد. والله يقول في قرآنه: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والله يقول سبحانه في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والعلماء يقولون: جاهد تشاهد ترى العجائب. فجهادنا هنا في تعلم القرآن الكريم، جهادنا في تعلم سنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأقول لكم: النوم يكون قليلا، لأنني لست متواجدا هنا إلا 3 أيام، واليوم قد مضى نصفه، لم يتبقى إلا القليل من هذا اليوم، فلم يتبقى إلا يومان لنا لا ثالث لهما. فنستغل كل ثانية ولحظة، فإن بعضا من الإخوة ختموا معي القرآن في 20 ساعة فقط، قرأوا القرآن كله من الفاتحة إلى البقرة، آل عمران، النساء، الأعراف، الشعراء، تبارك، عما يتساءلون الناس، في 20 ساعة متواصلة قراءة، ما نتوقف إلا للصلاة والحمام فقط، دار الخلاء. هذا الذي أريده. سدو جام سجى تدور، ساعة واحدة فقط نوم، بالعربي كما هم يقولون. وبإذن الله سيتخلل هذا رياضة وبعض الأشياء التي تعين على التنبيه وعلى النشاط. لا نأخذ الوقت كله دراسة، لكن روح القلوب ساعة وساعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات أخرى نبث لكم فيها الكلام. وأقول لكم: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وفي الختام ندعو الله سبحانه عز وجل: اللهم يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا والي يا متعال، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم